أدمض إذا هدى إكاوي ديان بإلهي دانيا لما أرى النبي واحد كتير هذا سدا يا سدا آيات كخليش أسئلة كور رما يوردن إلهي قلبه تلمام ويسألونك على المحيط قل ويسألونك قل آيات كخلوردن من قلب الله سعطة تن إلهي قلوا كساري سقطوا سنو بجوابية هدى أدمه إكاوي ديان بإلهي النبي محمد وسدا كنا لما أرى أدمو هدايك هاوي ديان بايلا هيري فإني قريب وأن دوهي بايلا هيري سبحانه وتعالى كدو وبريدي نمقليا وأجيبيا أيانا هيبا الله تلماميا أجيب دعوة الداعي إذا دعان وأن أجيبه كإبريا يبريدي سمركو إبريو جواب تيبا لسوه الرئيسي أجيب دعوة الداعي إذا دعان كي إبريه بريدي سوانا جيبابا للي سبحانه وتعالى فليستجيبوا لي هاي مقلان الدوما هايو وليؤمنوا بي هاي الرميان لعلهم يرشدون هاي مدين إن جدك الصح ضائي هاليلان با إلهي لي سبحانه وتعالى إذن أيها الأحبة آياتك سوحا ينوت المامي عندما أنتهت إلهي سبحانه وتعالى بريديسا إينا نلازمنه إي ربي إنا نؤغانا إنا ينردوية هاي وحكستا إنا ويديسنا وإنا أقبلي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون إلهي سبحانه وتعالى وحكت المامية إنه يسوي هاي كأجيبة قفك مضطرقة كنبتو هاي ستين لنبقى ليي مركو إلهي بريا عدة أجيبتين ربي هاي ونبتا دتك كفايدة أي إلهي سبحانه وتعالى اسكو سفينية بل إلهي وحلا يقول ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم هدي الدعاء دينا عبادة دينا عبادة بدوا بريا بريا دينا هدي لا يمحل إذا كفل لها با إلهي إلهي سبحانه وتعالى إذن أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو داود يا ابن ماجورين أيانا صحيح ألباني كنت الماما يو وحن نبي قول أيه إن الدعاء هو العبادة بريضه يدا عبادة دا الصلاة هي حج هي وحن لقبنا يوردن إلهي يوم الله بريا يا وإن هذا إلهي أمانة أمانتنا ومقدمة بريك استوطي إلهي هداد بريسو ثناقي سي أمانتي سلغو بلابا الحمد لله إلهي أعظم مهدنق توحيد سنة وينين سنة لغو بلابا يا نبي قد قصر لنيسو وأنا لغو ختمة إذا نوحو نبي قد تلمام يا الدعاء عبادة وين يضطي داد عبادة ربطه وابر يبا للي أي نبي قولي عليه الصلاة والسلام دبيت نوحو دليش دي نبي وآيات قرآن أين كب لوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي آيات قيبت هرنا ادعوني باليلي مركز دمنا إن الذين يستكبرون عن عبادتي باليلي يدعو الله بدل اسكف صير أيوه وي معنى هذا تهي مركزي دعادو إن يتاي عبادة الرسمي أيها الأحبة نبي عليه الصلاة والسلام حلي حديث إمام البخاري في الأدب المفرد وكسارو ريي شغل البناء حسن قلت المام أيوه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء إلهي أكتيس وح كم مضني متشران بريضة أدوميس هاي بريئيان بريضة أدوميس وبريئيان أيها الأحبة قرانك إلهي وحي نوكو سفيني يا مركاسي عدة إنو بريئينا وأيوه وحال لي نوت المامي السفات كذا داد عد بريئيسو وإني عد أود قدرة أما قوة أما استطاعة عد أود له كارتان له وواحد ويديسني سأود دوينا النقطة سيدة الدرادة با إلهي سبحانه وتعالى وحقوق المام يكون وح مخلوقة كم دبر يايا والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم با إلهي والذين تدعون من دونه كوا أبر يسان ما عابد يسان إلهي سكدي ما أودان إن يدين هيليا با إلهي مخلوق أردن اسكدر وحي الله كصهرة ما أودان إن يكون هيليا عدة هيله بريضة حق أوله
وألّ سيدا وقيت بو إلهي وحليه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر وريا إذن كبت بادية با إلهي لي بض إيا بر بمقدقود إيا نبتودة يا إذن كبت بادية أنا الله سبحانه وتعالى وحي إلهي اسكو صفين يا عدة إن لبريا مضاني إن إيتي خالقة عدة وحبورتي عدة وحبا أبوري كرينين عدة لبريا ماها وحي إلهي كسفين يا عدة لبريا يا إن أنا نقن أطرش أي أسم أو أبكم عدة قلاء وحمقلين يا وين نقض سميع الدعاء أداد ما أنت أردن دقا حو يردو أما عدان كل شوقين أدو يردو أما عدان وحكو طري كرين أدو يردو هل يسمعونكم إذ تدعون با إلهي وحن كلا أبر يسان ورمي إذن مقليا با إلهي مركا أبر يسان مركا أو يردن يسان مي إذن مقليا با رب إلهي سبحانه وتعالى إذن عدكو مقلي سه أيا وحلو يردا إلهي وحلي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون يا كبادي نما بدن بالالي عدنا كما بادي بدن كما بادي جيسنا كوا بري يا ويرنا يا عبودي عدان مغلي بإلا قيامو خدع بالالي سبحانه وتعالى إلهي أنبا سمعي صداقة مخلوق عدنا يرنا معيد كلا وضا مغلي كرتا دتكا كمان كم كأف كبرية يا ما أنت واحد هذا الدنيا تضرب كنا أف بالغة هلا دت كا كمان كوكو أف كو كلا هلا يا إبلاين تا عدة قرة مغلي كرتا وآل سبحانه وتعالى مخلوق أنت وضع مغلي كرا موجرو هدو مغلنا مخلوق وجرجاري كرا مجرو مخلوق وحبوري كرا مجرو سأد ردد له وحلي سبحانه وتعالى وهم عن دعائهم غافلون بريدو دي عبادته دبو غفلي كغسغين يغون با اسكبر يا يبا الهي لي يغو ما باوغا اذا عيد الله بري يا وين نقطة عيدكم مغليسا وحالة المام سبحانه وتعالى عيد الله بري يا اين نقطة عيد وحله وحنتدا الهي ام باد حقيقه هم وحنتيا والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير با إلهي إلهي سكدي كوا بري يسان حوب كلفت تمرت سارا حتى كام هنتان با إلهي لفت مرادة حوب كير سارا قطمير ما هنتان با إلهي لي سبحانه وتعالى كوا كليل بري إذن وين النغضاء عقلا وشرعا وعرفا وين النغضاء عدة بري يسان عدوا حيسته فاقد شيء عد ما بريده وين النغضاء عد وحيستو قرى ما هي عد وحنا اللي بكرتا وحنا نفعنا له النافع الضار ساد ردد با إلهي وحولا يقول فرأيتم ما تدعون من دون الله وارب الكور رمى وحنا عابد يسان مساء بري يسان إلهي سكدي إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر إلهي أدور نبي لدمع وحقادك ريا مجرا كل با إلهي سبحانه وتعالى إلهي أدور نبي لدمع عيدان السجى هينو قاضي كرت ما كرته وحي له إليه واحد كتير هذا قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ورله سكدي موحن وبرنا أما سعى عبدنا وحن وحنا أنفعين وحنا اللي بكرين وين النقطة عيد الله بري يا عيد عدالة كسوغان وهذه بريضات الظلم تهي أنا جيبين ساد ردد با إلهي وحلي ولد والله يغضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يغضون بشيء إلهي بحق وحق حكومة وحي كسك يا إبري يانا مسع عبديان لا يغضون بشيء عد النول أوح ما مشو قائمة القيوم الحي القيوم أيوم با الله بري كرا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه با إلهي هو الحي إلهي سبحانه وتعالى إسقى النولش النبطاك النول لا إله إلا هو من حق لغو عابدا مجر إسقى موياني فادعوه مخلصين إسقى بريو عابدا إذن كو عبادة وقاريالية إلهي وحين لي مركز
isaga asmaul husna hale magacyada wanaagsan oo dhan isaga alleh ku bariya isaga rahmana oo rahima oo hayya oo qayyuma oo samiia oo basira oo raziqa oo muhyi mumita asmaadaas isaga ku sifooba alle kaligi walillahi asmaul husna fad'uuhu biha wana ki nabigu alayhi salatu wa salaam sagaashan iyo sagaal magac ba jiro rabbi leeyahay boqol halla oo qofkii koobe ee xifdiye ee ilaaliya janno uu galayo ayuha alhibba dadka kale haddaad baryada ku badbaadiso waxyaabahan maadigaa baad weydiisato waa cadhoodaan ilaahayna haddaad baryi weyda buu cadhoodaa bini aadamka qofkaan daba jeer ku noqotaa maxaana kaag dhigay buu taagan yahay ربنا وحول يسوع نبغ التلمام عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه حديث كالترمذي ابن ماجي حسن قالوا التلمام من لم يسأل الله كي إلهي بري وايا يغضب عليه ربي واو عروضة ربي عدا مريين واو عروضة ابن نبغ عليه الصلاة والسلام إذن أيها الأحبة بريد إلهي إلا بريا أدب يسفوين بيل ذايوب هانتاي إن لا ليما دا الأدب مع الله أيوه الرئيس إن أدي الله أما أنت سبدي سمرك دوح ويدي سنس حمد قيسي أما هد نقيس إن أتكوه الرئيس إن أدي سرل لكتاء اللي مركات بريس إن أدي الحاحس وكوع العليس إن هذا دو غافل ونافك وحكبر ين قلب سوتش يدين إلهي كبار إذا إلهي قرآنك وحكولا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين إلهي بريا إذن كو سرل لغا يو باهدين موچنا يا خوصنا اللأ بريا اللي مدقا لا إنكم لا تدعونا سما نبي وعيري ورعيد لقال ما بري ما يساني الله قريب ويدين دوبا ما غلا يساني أي بري يساني هو سيسا بري سيد رادة دي لهي وحولي يقول باهدا دا موچين ايا هو ستا دا ربي او بري وها حد قد بن باي لهي سبحانه وتعالى حد قد بك وحي علماء دو كت المامان حديث ابو داود ورين ايا وحالا يدادا عبد الله بن مغفل صحابي قلو رنجري ايا وحو مقلاي انا نودالا يوله إلهي يوحن كوي دي سنة يا قصر يا عاد إيشن هذا ميدك تيدا كوي يا الله مركا أنقلو بريا عين كاسو بريا مركا سوحي ليا بني وارنا كي يجي يو بيلي ويلي راه يجي يو سل الله الجنة وتعوذ به من النار وار إلهي الجنة نوي دي سنة نارنا كم مكان قلبو كوي لي وحن مقلين النبي قاله ومدا وحا كم بدنا قندونا قوم يعتدون في الطهور والدعاء دول كحد قدبا طهارة دد وسوسة ونكون دعوة السلا ذا ولقى عن تماد ما يدين كعلية ونا ما ويسير كعلية ون أما النجاسة دي ولقى ما يمد منه وسوسة أنت كون دعوة واعتداء النبي وكت المامية قوم بعض كان كم بدنا غندونا طهارة ذا نكحد قدبا بريضة نكحد قدبا بوت المامية النبي عليه الصلاة والسلام مركز صحابي كان ينن كيس وحود دي ديا وروح بها كلا صار سارنه واحد له ده إله جنن يجي نارنا إيجا بدبادكم إلهي كباربو لي أيها الأحبة إلهي با وحوالي با قعنتي سكوشيران آخرية أدون با إلهي با قعنتي سكوشيران أدون كوحي كوغو أتكادة إلهي باري ضدكو مركي إلهي كفو قادان مسكح دودا مخلوقة كسودك دقوه هرين مركا نبي قبصة طبا وحسن أبغتلو ياد ما أنت غير ستا مركا سوحو حاضر ياد داتك وحي وقرن يا أما سحابتي سي أما تلكي أما انتي مقعا وحبو يرا هذا هبل هنا دو تكتية هبل وحا كهر ريا وحا صردن إله هادون كورن مقعانتي سكوشيرو مركا نبي كو قبصة طهر تدنك لهو چي سني نبي أدون هالنغطو نبي آخرة هالنغطو وحيد دون طبا هالنغطي هداد دماعضو عد إنا دو حوي ديستو وإذا سألت فاسأل الله هداد ربطو إنا دعيدون وحوي ديستو ربي كبلو قرآن كإلهي مركا وحينو غور رمي يا بريوين كي أنبيادا
waxaan rabaa inaynu wax iska tilmaamno ambiyada baryooyinkoodu maxay ahayd. Barya ugu horeysay nebi ilaahay baryay fii suurati albaqara, ta ugu horeysa ku soo aroortay waa tii nebi ibraahim. Nebi ibraahim muxuu baryayaa dadku, wuxuu u weydiinayaa meeshii maka ahayd ee uu reerka dejiyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala nabad iyo badhaadho inuu siiyo, waa barya adduun ku saabsan. waid qaala ibraahimu rabbi ijcal haada baladan aamina warzuq ahlahu min athamara, rabbiga yow beledka kan aamin ka dhig, nolosha qiimaha ugu badan islaamnimo marka laga yimaado waxa koowaad ee ku xiga waa nabad. nabad haddii la waayo wax waliba waa dumaan, dhaqaaluhu waa burburaa, diintu waa burburtaa, cibaadadu waa xumaataa, dembigu waa fududaadaa, dagaalada iyo colaaduhu markay dhacaan xagga alle dadku waa ka jeestaan. nabaddaa cibaada taallaa, intay nabadi joogto ayaa dadku cibaadaysanaya, intay nabadi joogto ayaa dadku tijaaraysanaya, intay nabadi joogto ayaa dadku waxbaranaya. nabadday wax waliba ku xidhan yihiin. walidaalika ilaahay markuu u manna sheeganayay quraysh, muxuu ugu manna sheegtay liilaafi qurayshin iilaafihim, maxaa ku xiga rixlata shitaa'i wasayf. ilaahay wuxuu yidhi alladii atcamahum min juucin falyacbudu rabba haada albayti aladii atcamahum min juucin wa aamanahum min khawf. allaha gaajana idinka quudiyey ee labadii safar ee tijaarada idin siiyey, amnina idin siiyo, dadku idinku ixtiraamo, carabiyadoo ismadhisay baa waxaa la lahaa halkani waa baytullaahi alxaraam, wax laguma dilo. ninka aabaha dila hadduu soo galay carbeed waxay odhan jireen intuu ka soo baxaya la sugo, lama tegi jirin. idan reer maka ilaahay wuxuu ugu manna sheeganaya ule war nabadna waa idin siiyey, waxaa cuntaan iyo dhaqaalena waan idin siiyey. nebi ibraahimna labadan buu ugu ducaynayaa, nebi ismaaciil iyo xaaskiisii haajara ahayd iyo qoladu meesha cidlada ee lama degaanka dejiyey. ducada koowaad ee qur-aanka ku soo aroortay ee nebi ibraahim, ambiyada ducadoodii koowaad ee ibraahim, taasay ka warramaysaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nabad siiyo iyo arsaaq thamaraadka iyo midhahaasi in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku arsaaqo. bilmustalax alxadiid waxaynu odhan karnaa qadiya siyaasiya wa iqtisaadiya buu ku duceeyey, oo ah nabadgelyada iyo ummadda deganaanshiyaheedii iyo badhaadheheedii iyo barwaaqadeediiyo waana isku xidhayeen. inta badan nabaddaa dhaqaalaha fiicani ka dhashaa, hadday nabaddu lunto dhaqaaluhuna wuu burburaa. laakiin nabadduna ma jirto haddii cadaaladda la waayo. nabaddu waxay ku sugnaataa waxaa ka mid a cadaaladda ugu horeeya. ayuha alaxiba, duca nebi ku ducaysta qur-aanka ugu dambaysana waa ta nebi nuux ku ducaynayo, iyaduna waxay ku saabsan tahay aakhiro. rabbi ikfir lii waliwaalidayya waliman dakhala baytiya mu'mina walilmu'miniina waalmu'minaati walaa tazid adh-dhaalimiina ilaa tabaara. ilaahay ou buu leeyay dembigayga dhaaf, aniga iyo waalidkay iyo mu'miniinta intan gurigayga soo gashay raacday iyo mu'miniinta iyo mu'minaadka dhammaantood ba ilaahu dembigooda dhaaf, inta dhaalimiinta iyo gaaladana ilaahu halaag unu kordhi buu ku duceeyey. waa ducada ugu dambaysa ee qur-aanku taalle nebi uu ku ducaynayo. idan aakhiriya adduunba ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanku inoogu tilmaamaya iyagoo ku ducaynaya. haddaad markaa eegto ambiyada ducooyinka ku soo aroore qur-aanka ku yaalla, duco wax kasta oo aynu isdhahno innagu waa baciid way ku duceeyeen. ducooyina inay ilaahay guul weydiisanayaan, oo nabiyullaahi nuux qur-aanka waxaa ku soo aroray in badan isagoo ilaahay baryaya oo leh rabbi insurnii bima kadabuun innii maqluubun fantasir. waxaa soo arooray ducooyinu isla nebi nuux habaar iyo kuwa kale gaaleedna, rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara, ilaw midh ha ka reebin buu leeyay kuwa gaaleed. laakiin waa goorma? waa markuu 950 sannadood u yeedhayay diinka la quustay, markuu si kasta u qiimeeyay u arkay inaanay waxba ka jirin,
هنون كانوا ولا وجود عين كرا هديد دد لجره شقبايين وحديث كي بخاري طفيل بن عمر سحابي قيل له رنجري من رير دوسة قبيلة دي أبو هريرة كنا شين قبيل كا وضيق عاقل كا وها ما وضيق وها وأهرجي وجوه رية مككو إسلامي أي تلقي قبطي دبتنا إن بدن بو إلهي وغي ياري إن يربع راعضي حوغا أي الراعي لكن تلوينه ويديدين دينت مركو كقو استيبو النبي قويم عليه الصلاة والسلام دبتنا وحو لإلهي رسول كيسي ورير دوس سكستو لها اللو ديدي اللي الرسول كيسي ديدي عصت وأبت بويري إلهي رسول كيسي وعاسيان وديدي يا إلهي رسولك سيو ما أنت وحنك وقوي مبولين أظهارتك وين إلهي بلايا كرده دبت أنا نبي قعمو كرو تاج ضد كي مركز سيد آدم دوس هلاك سنتي نبي محمد بعد وهبار وقول غاقي كواس هلاك سماء نبي قمو هبارين ودعي اللهم هدي دوسا وأتي بهم بنبوله إلهه رير دوس هنون يوي كم بكدعي نبي عليه الصلاة والسلام رير دوس هنوني أو يكن فعلا وي هانونين وانا يمادن ضدك مسلمين تدفاعي مركي دنب اي كم دهاي مركو نبان كان قوستي الدين لا انت ود سغال بقول يكنت سنادود وركو ودي اي وحبه كدغيسن وايين ايو اركي حتى كوود دشاينه غالمدن كو كورينيان مركاسو الهي بري اسغوله رب لا تذر على الارض من الكافرين ده الى مدغور دغه كريب بويل مدغور دغه الى وكريب بولي ايها الاحبه درسيغانو دمي وху ku saabsan yahay inaynu batsanno ilaahi bariyadi dadkii saalihiintii iyo anbiyaadii saasay ahaayeen wax kasto maanta inaga agteena laga yaabo inay baciid yiino fog yihiin anbiyaadu ilaahi way weydiisteen ilaahayna isagoo ka aqbalay quraanka inoogu tilmaamo yadoo cadaw ka adkaaday oo laga xoog batay oo ay bariyayaan oo leeyeen ilaahu noo heeli iyagoo dhali waayay qaar kamidi oo gaboobay oo sideetan jirreeyo wax la mid ah gaaray iyagii islaamahoodiiba gaboobeen oo ilaahay baryayo leey ilaahu walad saalixaysi oo ilaahay siiyo leey islaantan uu hagaajino walad saalixa la siiyo waxa ilaahay kaga waramaya anbiya bukootay oo xanuusatay oo muddo jiiftay oo ilaahay weydiisatay inuu caafimaad iyo ka kacay waxa ilaahay kaga waramaya kuwa kurbaad kale galay oo rabbi ka كساري وحيلاك والرب يكوى أعداده دي ألا هلاقي إذا نوح حصلنا هذين آيات القرآن إن يردبوا من الإحسان إلهي وحكى والرب يا نبي نوح وصقال بقول يا كنت سنة أنت الدعوة وذي وحبل لك إنك يسوى أي ويستقي وما أمن معه إلا قليل إن يرك صاحري إلهي بوح لي ولقد نادانا نوح وحا حقيقة أبا إلهي لي إن النوي يري نبي نوح با نو يردي با إلهي لي إلهي سمحو اسكو سفايا مركا فلنعم المجيبون با إلهي سبحانه وتعالى كو أجيبه أنك أو نمع عبادا با إلهي لي سبحانه وتعالى يعني مركي بواك أقبل لي با إلهي لي بريدي بريدي سو آياتني وحي تلمامي ولقد نادانا وا يردي محوكو يردي آيات كلا إلهي كو تلمامي إني مغلوب فانتصر ربو والله يحوق بتي غرغر بولي رب انصرني بما كذبون اي الهي كبر يا الهي نوح لي سبحانه وتعالى جواب سريع اي ربي سي ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر نبي الله نوح إله هو اللي قتال روناضي أي قرقار بالرب كبري إلهي نوح لي عرق يدلقان صفرة للك عادي هاي دقانك ابن آدم كو دقنا أي إلهي مرق ربط كردق للك عادي يلا دقنا أي إلهي بط كردق عرقنا بيانك سودا يبا إلهي يلي للكنا دمانتي إلبان كردق لما أرنين عيون الأرض ما نفر دولك إليهيس إشي بيا دولك نفر لما أرنينه دولك با إل با نخد الله عيني با إلهي لي دولك أرنبا إل نغضي بيات